الحقيقة في ظل اللي بيحصل في مصر الحقيقة من تطورات كبيرة جدا جدا في عالم، زي ما حضراتكم شايفين، لولا الأمان اللي احنا حاسين بيه خلال الفترة السابقة ما كان النادي الأهلي وصل لهذه المكانة. الحقيقة أمان في الناحية الأمنية، في ناحية الإنشاءات والطرق والكباري، وفي نواحي كثيرة جدا 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 الحقيقة داخل الدولة المصرية. الدولة المصرية من 4-5 سنين غير الدولة المصرية دلوقتي. استادات بتتبني في كل حتة، هنا وهنا وهنا وهنا. الحقيقة منشآت الرياضية متواجدة. كل ده الدعم السياسي الكبير جدا جدا من القيادة السياسية في جمهورية مصر العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة، اللي دايما بيقف خلف الرياضة المصرية. وبالتالي النادي الأهلي الحقيقة بيحط كل ده في دماغه، كل ده بيتحط في دماغ النادي الأهلي وفي دماغ لعيبة النادي الأهلي. وأنا بطالع أمثل مصر، مصر الجديدة، مصر بشكلها الجديد وبالشكل اللي حضراتكم شايفينه. شغل في كل حتة في مصر كلها، مصر كلها فيها شغل في كل مكان. وبالتالي النادي الأهلي دايما ولاعبته بيبقوا حاطين اسم مصر قبل أي شيء. والحقيقة تحية كبيرة جدا جدا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل اللي بيحصل، كل اللي حضراتكم شايفيني في جمهورية مصر العربية. حاجات جميلة جدا وحاجات محترمة ومنشآت رياضية كبيرة جدا إن شاء الله هتفاجئوا بيها أو هتتفاجئوا بيها خلال الفترة اللي جاية. الأمن والأمان اللي احنا حاسين بيه خلانا نطلع في كل حتة كأهلاوية ونكسب ونبسط ونسعد جمهور النادي الأهلي.